فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من تفوته صلاة الفجر مع الجماعة كل يوم، وسبب ذلك هو تأخره في المنام؟ صلاة إيش؟ الفجر. الفجر تفوته كل يوم، ما يجوز هذا. إذا داوم عليه ما يجوز هذا، هذا مضيع للصلاة. عليه أن يعمل الأسباب التي توقظه، أو يوصي من يوقظه يعمل الأسباب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.